وعلى صعيد منفصل يا حضرات، امبارح روي فيتوريا طبعا المدير الفني لمنتخب مصر حرص على انه يحضر التمرين الخاص بمنتخب الشباب بقياده وائل رياض، طبعا استعدادا لبطوله شمال افريقيا اللي هتقام في تونس خلال الفتره من 11 لغايه 22 من شهر نوفمبر الجاري. فيتوريا كان حريص جدا على ان هو يسلم على كل اللعيبه واحد واحد ويتكلم معاهم كلهم، واكد لهم ان هو هيتابعهم جدا الفتره اللي جايه، واكد على ان هو شايفهم كنواه طيبه للمنتخب الاول، و طلب منهم ان كل واحد فيهم يثبت نفسه الفتره اللي جايه عشان يمثل بلده في كافه المحافل، ويكون عنده تركيز واصرار وانضباط ويتدرب بجديه، وكمان معرفه كيف تكون على القمه دائما في كل الامور مش بس رياضيا. الحقيقه لفته لطيفه جدا طيبه جدا منه، وفكره لطيفه، فكره ان الشباب اللي في السن الصغير ده يحس ان في اهتمام بيهم من مدرب المنتخب الاول لمصر، وده اكيد هيحمسهم اكتر جدا ويخليهم كمان يعني بيبذلوا اقصى ما لديهم لتحقيق اهدافهم اللي هي في الاخر بتصب في مصلحه كره القدم المصريه والمنتخب، سواء منتخب الشباب او المنتخب الاول. احنا عندنا عناصر زي الفل، وعلى فكره قطاع الناشئين حتى في اغلب الانديه يعني فعلا نقدر نقول ان هو انجاز التعابير خط انتاج، معمل تفريخ يعني ممكن نسميها كده، لنجوم مستقبليين، بغض النظر النجوم دول هيكونوا تابعين لاي انديه بالتحديد، لكن في الاخر طالما الكلام ده كله بيصب وفي المنتخبات والمنتخب الاول بصفه خاصه وهيبقى له عليه ايادي بيضاء، اكيد دي حاجه احنا يعني تسعدنا، ويا رب نشوف عندنا في مصر مليون محمد صلاح كمان، بس احنا نحسن يعني الرعايه والعنايه لهؤلاء الشباب الصغيرين، وان شاء الله يعني نجد ما يسرنا من خلالهم باذن الله الفتره اللي جايه.